احنا لو تسمحوا لي قبل ما نروح الافتتاحات، انا بس عايز اقول ان احنا طرحين 7000 وحده سكنيه في اعلان بقاله 10 ايام. تقدم في العشر ايام دول بمقدمات حجز 20,000 مواطن، حطوا مقدمات الحجز، ومتوقع بنهايه فتره الاعلان ان يوصلوا ل 35,000 مواطن. وزي ما حضرتك امرت كلهم هنعمل. الوحدات موجوده، هنعمل وقد اللي هم هيقدموه وزود 10%. احنا زي ما حضرتك امرت الوحدات موجوده، وهنلبي الطلب وهنفتح لكل من تقدم بالوحدات.